تفتيت العالم الإسلامي وتفتيت الشعوب العربية والإسلامية كان أحد الاستراتيجيات المهمة اللي قامت عليها الاستراتيجية الغربية. طب. في تقديرك طوفان الأقصى، هل يمكن القول بأنه أفقد هذه الاستراتيجية معناها وأسقطها بداية من بداية من ربما من سايكس بيكو وعد بلفور؟ إذا عجزت أمريكا على حماية الأنظمة وصارت الشعوب تطالب بإخراج القواعد الأمريكية من البلاد العربية، فحينئذ يكون الإسلام قد عاد إلى دوره التاريخي، وبالتالي مشينا نظرية الاستئناف الحضاري اللي كنت تحكي عنها. نعم. وذلك ما سيحصل إذا صمدت غزة شهر فقط، إذا صمدت غزة شهر فقط سيحصل. يعني خلينا نفسر شو يحصل بالضبط. إذا صمدت غزة شهر فقط إيش معناها؟ رغم كل هذا الدمار ورغم كل إيش معناها؟ معناها أن ما حدث في 7 أكتوبر لم يكن مفاجأة، بل كان دليل على أن المقاومة صارت هي الفاعلة في التاريخ وليس إسرائيل والغرب، وهو ما سيحصل بإذن الله. وأمريكا كذبة تدخل إيران ما تساعدش، إيران ما تساعدهاش. إيران كانت تتمنى أن يحدث هذا اللي وقع ما يقعش قبل ما توصل هي للسلاح النووي، لكن إذا هزمت ثورة في فلسطين، لأن ثورة ما عاش في غزة ولد في فلسطين، في غزة، في الضفة، وحتى في فلسطين القديم اللي في يد تحت 48. إذن إذا فشلت الثورة في فلسطين فمعنى ذلك أن إيران ستفرح، وأن الأنظمة العربية ستفرح، وأن خطة أمريكا الحالية في الأبيض المتوسط تكون قد نجحت، ولكنها لم تأتي فقط لهذا، هي تأتي أيضا لضرب تركيا. فشلت في ضرب تركيا بمعركة الحلف الأطلسي ضد هي الخلافة الإسلامية اللي هي كلها مخابرات أوروبية وأمريكية، ودليل أن أوروبا وأمريكا سمحوا للشباب يمشي قاتل الوين، يعني حبا في الجهاد، ديمقراطية، احترام لحرية المواطن اللي مشى يحارب مع الخلافة الإسلامية. لأن من ضربت الخلافة الإسلامية قبل غيره؟ تركيا. من كان كلما زنقت الخلافة الإسلامية على الحدود السورية اللبنانية، من كان يأخذهم في الحافلات ويهزهم لشمال العراق؟ من؟ مش حزب الله وإسرائيل والنظام وروسيا؟ إذا تعتبر تركيا مستهدفة أيضا من الهجوم؟ طبعا هي المستهدف الأول، عليه ينبغي قبل نهاية 23 أن يعيدوا تركيا إلى ما كانت عليه مباشرة بعد هزيمة الحرب العالمية الأولى. هذا الهدف، لا ينبغي أن تصبح تركيا قوة، ولا ينبغي خاصة أن تتوقف تكوين الحزام الذي يفصل بين العرب وتركيا. وهل الاستراتيجية هذه الغربية كل ما هدت له طوفان الأقصى؟ يعني هل لا مش ما هدت له طوفان الأقصى، فضحته، مش ما هدت له. وفي اعتقادك دكتور، هل يمكن القول أن مرحلة الحسم في تحقيق شروط الاستئناف قد تجلت اليوم مع عملية طوفان الأقصى؟ إذا صمد الفلسطينيون وتحركت الشعوب عليه. ماذا أثبت طوفان الأقصى؟ أثبت أن كل الأقطار العربية محتلة مثل فلسطين، ولكن بأداة عربية. يعني فرعون تحتلهم إسرائيل، فرعون تحتلهم إيران، احتلتهم في بقعة إسرائيل أمريكا وأوروبا، وفي بقعة إيران روسيا والهند. روسيا والهند محتلين للخليج وللهلال، ولذلك بايدن هو الذي يريد أن يعمل حزام يحول دون الصين
والخليج والبلاد العربية، وهو الحزام الذي يمر من الهند إلى الإمارات العربية إلى السعودية إلى إيران إلى أوروبا إلى روس إسرائيل إلى أوروبا، وهو الحزام البديل من الحزام الصيني الذي يمر من في آسيا مرورا بالدول الإسلامية التي بينها وبين روسيا وصولا إلى تركيا ووصولا إلى أوروبا، والحزام الثاني مرورا بإفريقيا إلى شمال إفريقيا إلى أوروبا. هذا كله يعني حضور أمريكا للأبيض المتوسط، الهدف هو منع هذين الحزامين الصينيين، منع هذين الحزامين الصينيين، والإبقاء على أن العرب مهددين بإسرائيل ومهددين بإيران. بعض العرب يقولون لا تحمينا من إيران إلا إسرائيل، وبعض العرب يقولون لا تحمينا من إسرائيل إلا إيران وروسيا، الأخرين إلا إسرائيل وأمريكا والأخرين إلا إيران وروسيا. لكن فضل هذا الذي حدث أن إيران وروسيا لن يتدخلا، وأمريكا وإسرائيل لن يستطيع هزيمة المسلمين لأنهم لن يستطيعوا خوض ثلاث حروب في نفس الوقت، حرب في أوكرانيا، حرب في البلاد العربية، وحرب مع الصين. مع الصين، الصين تحط يديها في مكتوبها وتتعدى تأخذ أوكرانيا، تأخذ تايوان من غير حرب.